السلام عليكم، كيف حالكم أعزائي السينمائيين؟ عبد العزيز خوجة من قناة خوجة ورجعت لكم بشيء جديد. أول شيء حاب أشكركم على دعمكم المتواصل لي، ويعلم الله إنه I love you guys so much. إيش عندنا اليوم أو إيش موضوع حلقتنا؟ زي ما شفتوا في العنوان راح أعمل مراجعة وانطباعي وتقييمي لفيلم توم كروز الجديد توب غان مافريك، وهل يستاهل إنك تتابعه أو لا؟ ما راح أطول عليكم، أهم شيء لا تنسوا اللايك والشير، وإذا ما اشتركتوا في القناة اشتركوا وليتس جو. What do we have here? Man, here I thought we were special. Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. بعد 36 سنة رجع لنا توم كروز بالجزء الثاني من فيلم توب غان، نزل قبل 4 أيام بتاريخ 27 مايو باسم توب غان مافريك. قصة الفيلم عن ميتشيل مافريك، واحد من أفضل الطيارين في سلاح الجو الأمريكي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 سنة، وبعد كل هذه المدة يرجع لمكانه المفضل ويدرب أفضل الطيارين الموجودين في العالم عشان ينجزوا واحدة من أخطر المهام المطلوبة. الفيلم تصنيفه دراما وأكشن ولعمر 13 سنة وفوق، ومن بطولة توم كروز وجينيفر كونيلي وجون هام. كبداية أنا أبداً ما تشد الأفلام إلا فيها طيارات حربية، فما كنت متحمس للفيلم، وكمان ما كنت شايف الجزء الأول، فقلت بعد 36 سنة أكيد حيسوي تكملة وما أتوقع أنها راح تنجح، علماً بإني أحب الممثل توم كروز وكاريزمته في جميع أفلامه. لكن فيلم توب غان مافريك صدمني، كان عكس توقعاتي تماما. يعني من النادر اكون مو متفائل في الفيلم، ويجي فيلم ويعكس توقعاتي ويبهرني. هذا الفيلم كان فيه احاسيس ومشاعر ورسائل وربط قوي بين المشاهد والفيلم. بداية الفيلم كانت بطيئة من احداث وحوارات واعادة بناء للقصة وربطها، مع ذلك كنت مركز في الفيلم والفيلم مرة شادني وما مليت. التصوير وتمثيل توم كروز كانوا اكبر دافع لي اني اكمل وركز في الفيلم، مع انه الشباب اللي حضروا معاي الفيلم ملوا، صاروا يقولوا عاجبك الفيلم تبي تكمل، كنت اقول لهم اصبروا. ولو نتكلم على ربط القصة، كان ربط القصة بالذكريات ويستحق العلامة الكاملة، كمية مشاعر واحاسيس وقشعريرة مو طبيعية. ويوم دخلنا على الاكشن حرفيا اللي حولي كانوا كلهم ماسكين جوالاتهم وساووا جوالاتهم، صاروا مركزين، لان طريقة تقديم الاكشن في الفيلم كان بطريقة احترافية ومميزة. وحط في بالك انه جميع اللقطات اللي راح تشوفها واقعية وتدربوا عليها الممثلين لفترة طويلة عشان توصل للمشاهد بالطريقة المطلوبة، يعني لا سي جي اي ولا جرين سكرين، اصلا انت بتتفرج حتقتنع انه الكاميرات موجودة في الطيارات واللقطات جميعها واقعية. والمعروف عن الممثل توم كروز انه يحب يقوم بجميع المشاهد الخطيرة بنفسه، وهذا اللي يميز توم كروز عن باقي الممثلين. من ناحية الحوارات واجهت بعض المشاكل فيها وحسيت انه في اشياء طولت، وانا اشوف انه كان ممكن يتم اختصارها عشان انا كمشاهد ما احس بالملل، لكن كمجمل ما ضرتني لانه في الجهة الاخرى كانت في حوارات شيقة ولامست قلبي، فالموضوع نسبة وتناسب. ونجي لطاقم التمثيل، بدون مبالغة احس كل ممثل مسك الشخصية حقته وقام بدوره المناسب بالشكل الصحيح. عن نفسي ما حسيت انه في شخصية داخلة غلط وما طلعت بالشكل المناسب او ما قامت بدورها المطلوب، واصلا كان واضح انه بينهم تناغم ومتفاهمين بحكم انهم تدربوا لفترة طويلة كفريق واحد. انا اشوف انه هذا الشيء ميزة ويرفع من قيمة العمل وجودته ويوصل للمشاهد بطريقة متكاملة، فهذه نقطة تنحسب للطاقم كامل والفيلم. اجواء الفيلم بشكل عام كان فيها هايب عالي، وزيادة على ذلك الرسائل الإيجابية والتحديات الموجودة، فالأشياء هذه تخليك تطلع من الفيلم بطاقة وتفاؤل عالي. وآخر فيلم تابعته كان فيه نفس الهايب هذا كان فيلم دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس. أنا شخصياً أول ما خلصت الفيلم مسكت معي إني أركب طيارة أو إني أدور على محاكي طيران من كثر ما الحماس أثر علي. ومو بس الحماس، حسيت إنه العمل لامسني وإني معاهم في الفيلم، يعني مثلاً لما يضحكوا أضحك ولما يزعلوا أزعل، كل حاجة تقريباً. أنا معروف عني إني مرشح للأفلام قبل ما أكون مراجع أو ناقد، فنصيحتي لك يا عزيزي المشاهد، لو باقي ما تابعت الفيلم روح الآن أحجز في السينما وحاول تأخذ أعلى فئة، يعني دلع نفسك لأنه هذا الفيلم يستاهل. وفي نهاية مراجعتنا تقييم الشخصي لفيلم توب غان مافريك هو 9 من 10، وإنتوا أبغاكم تكتبوا لي في الكومنت إيش رأيكم بالفيلم، كم تقييمكم لهذا الفيلم من 10، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، هذا اللي أطمح فيه كصانع محتوى. وما نحرم من دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب، وصح دائما ما أذكركم لازم تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حساباتي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي موجودة تحت في خانة الوصف. كان معكم عبد العزيز خوجة
اتمنى لكم يوم سعيد. سلام.